اهلا بكم في فقره ترند. ويعني احنا مواصلين حوارنا مع باشمهندس عماد عباس. عماد باشمهندس، المنصه اي لايتنج انطلقت انت قلنا سنه. المنصه دي مستهدفه منو؟ المكفوفين في السلم التعليمي بالضبط ولا للعامه ممكن يستفيدوا منها؟ طبعا المكفوفين هم عندنا على مراحل، عندنا مرحله حقت المدرسه، وعندنا مرحله الجامعيه، وعندنا الموظفين. بالنسبه للمدرسه بنقوم حاليا متعاقدين مع عيادات المناهج بخط الرضا على احنا نوفر المناهج الدراسيه عبر التطبيق، عباره عن نسخه بتكون مبسطه وبيكون قابل للقراءه. يعني مثلا المكفوف لما يجي يستعمل التلفون يستعمل برنامج اسمه توك باك او فويس اوفر عشان يقرا الكلام من الشاشه. بالنسبه للمرحله الجامعيه برضه بنتواصل مع الدكاتره، ممكن عندنا منصه اونلاين ممكن يرفع فيها المناهج وتتوفر عبر التطبيق. بالنسبه للوظائف بنقوم احنا بنشوف الوظائف اللي بتكون اكثر مناسبه للمكفوف ان هو يشتغل فيها، وبنقوم نوفر له كورسات وبيستلم مننا شهاده معتمده على عشان بعدين يمشي يقدر يقدم بها في وظيفته. فاحنا بنحاول في كل المراحل دي نبني استقلاليه المكفوف، وان هو يكون زول يمكن يكون يقود اسره، يقود مجتمع، يكون زول يقدر يقدم خدمة للمجتمع. التطبيق ده هل هو متاح بينزل من المتجر مباشرة أو بيشتغل مع أي تلفون، ولا في خصائص محددة يجب أن تتوفر في التلفون أو في الهاتف عشان هو يشتغل؟ التطبيق حاليا متوفر للأندرويد والآي أو إس، ممكن بعدين هو يتوفر من بلاي ستور. عندنا هنا النسخة، قربوا من المايك، بس عندنا هنا النسخة اللي هي مثل كتاب الجغرافي. حاليا احنا مستهدفين المرحلة الثانوية، ممكن نقرا منها. حاجات الانسان وتنوعها جعلته خير. تطور هذا التبادل من الصلات المباشره. فالنقل. بلمسه واحده يعني. بلمسه، أيوة. القارئ الشاشه بيحاول بيتعرف على النص ويقراه له. فاحنا المشكله الاساسيه للمكفوف اللي هي شنو؟ عدم المواد ما متاحه بالنسبه لهم. فبنحاول نتيح المواد دي، وبعدين عندنا التكنولوجيا اللي هي تقرا، اللي هي تكسو سبيتش، اللي تقرا النص من الشاشه. وكده بيكون احنا وفرنا السوليوشن ده لاي ماده. جميل. انا حاسال استاذ المشرف، التطبيق العملي والعلمي للمنصه باعتبارك نموذج يعني قدامنا واستخدمت التطبيق، كلمنا عنه ليات، ومدى هو كان سهل في التعامل؟ هل واجهت صعوبه ولا كان بالنسبه لك سهل وقدرت تتكيف معه بسهوله؟ والله انا مع الباشمهندس ناقشت معه في اصعب حاجه اعتقد بتواجه الناس هو انهم يحولوا هذه التطبيقات اللي ممكن تشتغل عليها التلفون لتطبيقات يتعامل معها الكفيف. وخلينا نعم. اقول لك الباشمهندس بذل مجهود خرافي جدا نعم. في انه يجعل التطبيق سهل الاستخدام. تمام، يعني الديموز او التجربه اللي ورانا لها هسي والتجارب اللي شاهدتها معه في المكتب بيدل على انه بذل مجهود مضاعف عشان يجعل هذا التطبيق قابل للاستخدام حتى من الطالب اللي اداب في مرحله الاساس. تمام. فاعتقد انه في مجهود فعلا حقيقي لعمل في هذا. جميل. استاذ هيام معنا لسه في الهاتف من جديد، مساء الخير عليكي. وخلينا نتكلم عن المشكلات اللي بتواجه التعليم. لو جينا تكلمنا عنها هي مشكلات كبيره جدا، لكن المكفوفين عندهم مشكلات كبيره جدا بتواجههم. يمكن استاذ المشرف يتكلم عن انه لغه برايل هي تكلفتها عاليه جدا، حتى الورق اللي بيطبع عليه وطابعاتها هي عاليه. فلو تدينا ملخص اوفى او اشمل عن المشكلات اللي بتواجه المكفوفين في قطاع التعليم. طيب انا حاليا على حسب الارتباط بتاعنا، هو الطالب في طلبه بيجروا في معاهد متخصصه بالمكفوفين، اي انه كيف الطالب يجيد البرايل. هو من ضمن معهد النور لتعليم المكفوفين اللي بيعتبر المعهد القومي الوحيد في السودان المعتني بتعليم البرايل. ثانويا المعهد بيخرج ما بين 15 ل 20 طالب، الدفعه دي حاليا فيها 16 هم متحنين سنه ثامنه على حساب اولى ثانوي. هم بيجيدوا البرايل. تمام؟ نعم. يبقى الكارثه وين يا استاذه؟ بيطلع الطالب من الابتدائي بياخذ كتبه بطريقه برايل بنفس النمط اللي متعلموا به واخوانه المبصرين، يمشي الثانوي بيدمج، لانه حسب تعليمات وزاره التربيه والتعليم يمنع بتاتا منع بات للطالب انه يخصص في الثانوي او يعزل من عالم المبصرين، ولازم انه الطالب يدمج. طيب وين وسائل الدمج؟ وين كيفيه الدمج؟ انا دمجت الطالب المبصر مع الكفيف، او الاصح الكفيف مع المبصر دون اي مراعاه لحق الكفيف في التعليم. ان الطالب بخش بيكون عباره عن طالب مستمع، ما في ادوات تعليميه، ما في كتاب، ما انت قاعد تدي زول المبصر او اللي بيشوف ده عديل يعني كتابه، ليه ما بتديني ده كتابه بنفس اخوه؟ بس المكنه انا اقول لك في السوق بتاع برايل، انا مشيت بروحي في الشارقه
شفت الحاجه دي والله فوجئت بسوق البراي. الجدير بالذكر حاليا والاستاذ والباشمهندس عارفين الكلام ده كويس انه حتى المطبعه الموجوده في محد النور جابها مطروفين من اليابان خريجين محد النور، وحتى الطبع براي حاليا الاسبوع اللي فات احنا دشنا حتى الطبع براي مطروفين، حتى الطبع البراي مطروفين. يبقى اصلا الكفيف هو اصلا قدراته عاليه، نعم ما محتاج لتعاطف ولا محتاج لانك انت تستجدع، لكن اديله حقه قارنه زيه زي المبصر هو وباقي اقرانه من باقي الاحتياجات الخاصه او بمعنى اصحاب الهمم العاليه كلهم، انت اعترف بوجوده وبانه هو زول من حقه يلقى حقه حقوق. نعم. انا حاليا والله كقضيه او كصاحبه قضيه وزول شغال في مجال المجتمع المدني عموما انه دي حقوق اديني حقي وبعد ذاك اديني انا بعد انت شوف انا قدمت شنو، لانه ممكن طالما انت توديه ثانوي انا اقول امشي فتش انت وسيله اقربي ليه؟ ما تديني نفس كتابي، انت ما طبعت المبصر ده ومشيت لحد اليابان طبعت كتب وجبتوها، البراي حاليا تكلفه المكنه 16000 دولار، هل يعقل السودان ما قادر يوفر 16000 دولار؟ طيب جميل يا استاذ هيام، استاذ هيام نحن حاليا يعني بنحاول بقدر الامكان انه الموضوع يعني يمشي ابعد من فكره برايل لانه نستخدم التقنيه معنا بس انا معاك ليه؟ انا التطبيق من الناس انصار وحاشتغل عليه ومع الباشمهندس حكسب كل الجهود اللي انا ممكن اقدمها وابذلها، لازم التطبيق ده ينزل ولازم يتوجد ولازم الخيار ده لانه عنده ناسه اللي هم بكميه والباشمهندس والدكتور اللي معاه ناس قروا في مرحله الجامعه زي ما قال لك، يعني انا بدل ما امشي افتش زول تعال قرني تعال اعمل لي ما عارف شنو، وهم قدراتهم الذكائيه عاليه جدا بالمناسبه في التعب التكنولوجي. احنا عندنا استبيان ومعروض في صفحه سودانيه 24 تمام. هو هل تؤيد الراي تخصيص مؤسسات تعليميه للمكفوفين؟ الاجابه كانت 96% مؤيدين و4% فقط هما المعارضين واللي قالوا لا. طيب جميل يا هيام، احنا بنطلع على الجانب المتعلق باستخدام التكنولوجيا طالما الموضوع متعلق بالتكاليف. نرجع للمهندس باشمهندس عماد، يعني انت حاليا عندك المنصه محتاجه لتكاليف ماليه كبيره، هل انتم يعني وسائل الدعم اللي ممكن تدعموا بها المشروع ده خصوصا في يعني توفير اجهزه يشتغلوا عليها المكفوفين بالاضافه ل يعني التطبيق ذاته والكتب كل التكاليف المحدده دي، انتوا في وسائل دعم محدده ولا يمكن تعملوا مشاركات مع مؤسسات زي وزاره التعليم العالي، الرعايه الاجتماعيه، وزاره التربيه والتعليم وكده يعني؟ فعلا هو البرنامج هو بيخش من التحول الرقمي في التعليم، فاحنا حاليا بنتعاقدين مع اداره المهن المفترضه في انه نوفر المحتوى، فضلا انه عندنا مشروع الكتاب المدرسي المكفوف، هو عباره عن تابلت بنحاول نحدده مع الوزاره انه ممكن يكون يتوفر في المدارس ويتم توزيعه ويتم تنظيم البرنامج عديل انه الطالب المكفوف من حقه انه هو يكون عنده نسخه من الكتاب المدرسي. انا بالنسبه لي شايف انه التحول الرقمي حيساعد المكفوف انه هو ينفتح للعالم، الانترنت هو اكبر مصدر للتعلم، كتب برايل زي ما اكدنا انه هي تكلفتها عاليه وبالنسبه للمكفوفين 89% من المكفوفين عايشين في دول ناميه، يعني الفقر وقله توفر طبعة البرايل بتأدي انه الطالب المكفوف يتحول للتعليم الرقمي. نعم. فاحنا من منبر هذا بنناشد الوزاره انه هي تحاول تسهل اجراءات البرنامج حق الكتاب المدرسي المكفوف ونحاول نوفره للطالب. تواصلتوا معها بحال من الاحوال على اساس انه تدعم الموضوع ده الوزاره؟ حاليا احنا بنستهدف في شهر نوفمبر ان شاء الله حنحاول نتواصل مع الوزاره. 15/10 هو اليوم العالمي للعصر البيضاء، فيا ريت لو كان عندكم ورقه مقدمه للمكفوفين، يا ريت لو عندكم ورقه تقدموها في اليوم ده لانه فرصه وهي مناسبه عالميه الامم المتحده اختارت اليوم ده بالتحديد. جميل جدا. جهزتوا ورقه زي دي؟ ان شاء الله بنقدم فيها. خلاص احنا ان شاء الله معاكم في سودانيه 24 وكاميرا 24 جرات حتكون حاضره ان شاء الله، وحنتابع معاكم موضوع تعليم المكفوفين وبنناشد وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي انها تقيف على الموضوع وتحاول بقدر الامكان تسهل لهم وتقدم لهم مجموعه من التسهيلات ويفعل هذا التطبيق لانه بيخدم كثير في التعليم. شاكرين ومقدرين وجودكم معنا في فقره ترند، شكرا لك الاستاذ المشرف عمر البشرى مساعد تدريس في مدرسه العلوم الاداريه جامعه الخرطوم وايضا طالب دكتوراه، انا بحييك وان شاء الله كمان لما تيجي تناقش الدكتوراه احنا نكون حاضرين ونبارك لك. مرحبا بكم. مرحبا شكرا لك يا باشمهندس عماد عباس موفق ان شاء الله صاحب التطبيق، شكرا لك ومبروك على الهدايا او المراكز اللي انت نلتها. استاذه هيام بابكر كنت معنا كمان عبر الهاتف الامين العام لمنظمه رؤيه لتاهيل المكفوفين، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا. متواصلين بالتأكيد وتستمر فقرات 24 جرات لنهاية أسبوع سعيد بعد فاصل.